نخش على الحدث اللي بعده. انت بتتكلم دلوقتي في المحضر اللي بعده في ديسمبر 1907. اوكي تمام. في البنا شغال والمقاول شغال ووصل تكلفه حوالي 1560 جنيه. بتعمل بقى الكلاب هاوس. خلاص شغال. شغال في اسوار وتعامل الكلاب هاوس على فكره. تمام كده. وتم وهيعين جنايني في النادي وتم تعيين جنايني ومساعد جنايني كان ب 2 جنيه في الشهر في الوقت دوت. تمام. تمام كده. لكن حصل بقى هنا نبدا في اول ازمه في الاهلي حتى قبل انشائه. اول ازمه في الاهلي قبل انشائه. في التوقيت ده الاسهم ال 1000 سهم ما قدروش يوزعوها كلها. اللي توزع منها حوالي 633 سهم. 5 في 600 ب 3000 ويعني حوالي 3100 وحاجه و50 جنيه. فبدا تفكير في ان احنا بقيه الاسهم نوزعها على اشتروا بنسب. يعني اللي اشترى 1000 مثلا اللي اشترى 100 ياخد 10، اللي اشترى مثلا 50 ياخد 5. واخد بالك؟ اترفض الاقتراح. زائد بقى كان في مشكله ثانيه ان في بعض الناس من اللي اشترى اسهم ما دفعوش كل الفلوس لاسباب كتير جدا. على فكره كانت في ازمه دايما في مصر، اللي كان بيخرج بره القاهره ده كانه سافر الولايات المتحده بلد ثانيه يعني. لا بلد ثانيه خالص. وما كانش في يعني انت النهارده حتى اللي بيسافر امريكا واستراليا كندا في تليفون. زمان كانت العمليه صعبه جدا. التليفونات ما كانتش في الوقت ده كانت مش سهله. عدد التليفونات في القاهره كلها كان محدود. كان في حوالي 70 80 تليفون بس في القاهره، من ضمنهم الوحيد اللي معروف كان مصطفى كامل كان ليه تليفون. يعني كتير من البشوات ما عندهمش جوات. هل تتخيل ده؟ فكنت بتتكلم في وضع كان صعب قوي يعني. وعشان يجي يتواصل كانت مشكله. كان يقولوا فين فلان عنده 250 جنيه؟ لا ده سوق اسيوط. اسيوط دي معناها ان انت انسى يعني. انسى دلوقتي. فكان بدات تحصل بعض الازمات الماليه. في نفس الوقت بقى حصلت حاجه ثانيه. لان دي هتدخلنا على شخصيه من اهم الشخصيات في تاريخ الاهلي. اللي هي حلت جزء كبير من ازمات كانت ممكن توقف تاريخ الاهلي ان لم يكن مثلا ظهر حد تاني. احنا بنتكلم في امكانيه. تعطل الفكرة. تعطل في الوقت ده. كان حصل حاجة تانية كمان. كان دايما في نصاب قانوني في اللجنة لازم يكون موجود 5. طيب عبد الخالق ثروت سافر اللجنة العليا للتأسيس. في اللجنة العليا أصلا. تمام. فسافر شغل في أسيوط. فلازم حد يجي مكانه، فكان بيبقى في اقتراحات، هنجيب النهاردة محمد علي دولار، هنجيب فلان. ففي 1908 حصل ودخل طلعت حرب باشا. مكان حد كان لسه طلعت حرب في الوقت ده ما ظهرش في الصوره، ظهر بعد شهور من فكره التاسيس. اما جه طلعت حرب باشا ودخل وبدات الازمه الماليه، فاقترحوا ان هم يعملوا سلفه 2000 جنيه. ال 2000 جنيه اللي ضمنها كان لازم ضامن في البنك، اللي ضمنها ادريس راغب باشا وعمر سلطان. وطلعت باشا حرب. العمليه ما كانتش بقى في عمليه الضمان بس. رغم الضمان ده انك انت برضو محتاج هتسدد ال 2000 جنيه. ففضلت ال 2000 جنيه معلقه بتدفع بال 200 و 300 جنيه يمكن من سنه 1908 لغايه 1918، لدرجه ان طلعت حرب باشا ضمن في البنك تاني من جيبه مبلغ 100 جنيه، وده كان مبلغ كبير في هذا الوقت. تمام. عشان ايقاف زي ما بيقولوا ايه، الدين بيتراكم عليه فوائد. ممكن في حاجه هيفك الضامن وهياخد من فلوس الضمان المدفوعه. ودي ازمه تبقى ازمه اكبر. فدفع 100 جنيه ثانيه في سنه 1918. وده خطاب الضمان اللي عمله طلعت حرب، وانا جايبه من كتاب الاستاذ حسن المستكاوي ليالي تاريخ في الوطنيه. واخد بالك؟ تمام. فتخيل قيمه محمد طلعت حرب في تاريخ النادي الاهلي، وده لازم نلقى عليه الضوء كويس جدا. واترك الكلام لسعيد. الحقيقه هو في مرحله التاسيس كان طلعت حرب باشا كان صديق مقرب جدا من عمر لطفي، وكان بيعتبر عمر لطفي يعني استاذه فيما هو اقتصاد، لان هو اللي اقنعه بفكره ان هو ياسس شركه للاقراض المالي لما فشت فكره البنك. فاختراع له اختراع بحيث ان يعني فكره التعاونيات بشكل عام عشان مواجهه احتكار البنوك الاجنبيه، وعشان تسهيلا على الفلاحين الاقراض بشروط ميسره وغير الفلاحين. فاحنا هنا قربه من النادي الاهلي وقربه من عمر لطفي. خلي بالك من الحكايه دي. طلعت حرب باشا ده ليه كتاب مهم جدا جدا جدا، صدر 1910. كان حصل ان البريطانيين طلبوا من الحكومة المصرية الموافقة على تمديد عقد
عقد قناة السويس 50 سنة. العقد كان ينتهي سنة 1968 فكان عاوزين يمتد كمان 50 سنة. فالحركة الوطنية حصل غليان في مصر بسبب الحكاية دي. تمام. سبب الغليان ده إيه؟ إن طلعت حرب عمل كتاب مهم جدا جدا اسمه قناة السويس، وبين في هذا الكتاب بالأرقام والمعلومات والوثائق إن مصر بتنهب، إن الإنجليز والفرنسيين اشتروا أسهم قناة السويس من مصر بملاليم، وثمنها في سنة 1910 كانت آلاف كثيرة جدا. فبين لك لأي مدى بيتنهب، فوقف المشروع ده. يعني بعد ما قدموا المشروع الحكومة المصرية وتقدم على تعرض على مجلس النواب، قامت ثورة عارمة، وقاد هذه الثورة محمد فريد. الحركة الوطنية كلها، كان مصطفى كامل توفى سنة 1908، لكن الوطنيين كلهم وأقلام والكتاب الوطنية والصحف الوطنية وقفت موقف قوي جدا فسحبوا ده. فده قيمة دي، يعني دي إحدى الحاجات المهمة. طلعت حرب باشا، إحدى الحاجات المهمة طلعت حرب. لا، طلعت حرب بقى هو ده يعني أبو الاقتصاد المصري والمؤسس الحقيقي للاقتصاد المصري، وهو اللي عمل أكبر قاعدة صناعية. يعني حاول، كان الاقتصاد قايم على القطن بس، على الزراعة وعلى القطن، وكان البريطانيين بيحتكروا القطن كله من خلال البنك، هنتكلم عنه بعد كده. لكن ده عمل حاجة جديدة، عمل فتح جديد، عمل يعني مصر مصر تقريبا في مواجب أو التوازي مع الاقتصاد الأجنبي. هو ده بقى اللي مصر، مصر كانت بتنهب من خلال المؤسسات الأجنبية. ده عمل اقتصاد موازي ومصري صميم. هتبص تلاقي حط كلمة مصر دي في كل مؤسسة عملها. بنك مصر، مصر التأمين، مصر الطيران، مصر السياحة، مصر استوديو مصر اللي هو صناعة السينما، مصر الغزل والنسيج، مصر تكرير البترول، مصر عد مصر دي حوالي حاجة وعشرين مؤسسة قوية جدا. اتنين، هو كان كمان ما كانش بيقرض بس، لا ده كان بيقدم دراسات جدوى، وكان بيخش شريك عشان يضمن، عشان يعني يوقف المؤسسات دي على رجليها. فده المؤسس الحقيقي للاقتصاد المصري، ده من الاباء المؤسسين، يعني ده يعتبر من الاباء المؤسسين للنادي الاهلي، والاباء المؤسسين او المؤسس الحقيقي للاقتصاد المصري، في وقام بدور وطني كبير عظيم جدا جدا. وده نوع من النضال الوطني المهم جدا. الإصلاحيين دول، يعني الجماعة الإصلاحيين دول بيعملوا مؤسسات وبيأسسوا على الأرض كيانات لا يمكن تتهد. فده طلعت حرب. طلعت حرب للأسف في الآخر، يعني سنة 39 واجه أزمة، البنك بتاعه واجه أزمة، لأن كان في أزمة عالمية تقريبا من آثار أزمة 29 اللي في وول ستريت في أمريكا، يعني بس ألقت ظروفها هنا على مصر. وبعدين كان بدايات الحرب العالمية، فبعض المؤسسين بدأوا يسحبوا فلوسهم من البنك بعزم الإنجليز. البريطانيين كانوا بيحاربوا البنك ده عشان البنك ده مهدد ليهم لبنوكهم. ما هو اقتصاد مصري بيبقى بنك وطني خالص، بنك وطني وبنك وطني خالص، فكانوا حاربوه حرب عشواء يعني. حتى لدرجة إن هم أوعزلوا الحكومة إن هي تسحب صندوق البريد، يعني كان اموال مدخرات البريد كانت في البنك الاهلي، سحب جامد، فالبنك كان هيقع. طلعت حرب باشا، طلب يعني طلب ان البنك، ان الحكومه المصريه تضمن البنك، يعني بموجب حافظه الاوراق الماليه اللي عنده، وكان لازم يتضمن. الحكومه بضغط من الانجليز رفضت الا تحت شرط. يعني كان في الوقت ده للاسف يعني حصل خلاف بين اثنين، من يعني بينه وبين حد من الاهلاويه اللي هيجوا بعد كده، اللي هو احمد عبود باشا اختلف معاه. هنا السياسه بقى لما تخش تبوظ الدنيا، يعني باظت العلاقات بينه على الرغم الاثنين اهلاويه. تمام. لكن انما السياسه اذا دخلت السياسه بالشباك خرجت الصداقه من الباب. فهنا فهنا هنا 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 السياسه اتدخلت في الامر ده، فسحب عبود باشا استثماراته، فالبنك كاد ان ينهار، فلجأ للحكومه، الحكومه رفضت، لكن وزير الماليه اشترط عليه شرط، وهو ده اللي كان عاوزين الانجليز البريطانيين، يعني قالوا استقيل من البنك واحنا نضمن، يعني كان عايز قرض هو من البنك الاهلي المصري. فالمحافظ بتاع البنك الاهلي المصري كان بريطاني، بنك مصر لصالح بنك مصر. تمام. عايز قرض من البنك الاهلي المصري، وكان المحافظ بتاعه بريطاني، قال له لا مش هنديك. الحكومة سحبت، فوزير مالية فرح للحكومة. وزير مالية ده مين؟ بكل أسف يعني وزير مالية ده كان بعد كده رئيس وزارة،
حسين سري باشا، ابن اسماعيل سري باشا، ابن اسماعيل سري باشا، والاثنين اهلاويه. ده مؤسسه. قال له شوف، واضح كان عليه ضغوط، قال له هذه هي الساسه. كانت لعبه انجليز بألف الياء. الانجليز لعبه سياسيه. فانت عايز البنك بتاع مصر ده يستمر، ينتهي البنك يعني، ينتهي البنك، اختار، عايز نضمن، قدم استقالتك. فاضطر يقدم استقالته عشان يحافظ على البنك. نسيت اقول لك بقى ان واحد تاني من الاهلاويه حاول يوفق بينه وبين، لان خلي بالك احمد عبود باشا في الوقت ده كان اكبر امبراطور، كان امبراطور في الفتره دي، وبالتالي كان اكبر صاحب استثمارات في مصر، يعني كان واحد من اكبر الاقتصاديين في هذا الزمن، عنده شركات جباره. فالمهم لما نشب الخلاف، واحد تاني من الاهلاويه حاول يحل بينهم، اللي هو طلعت، اللي هو محمد طاهر باشا، اللي جه رئيس في النادي الاهلي فتره مؤقته سنه 41، ورئيس اللجنة الأولمبية، وليه قصة كبيرة هنحكيها. هنيجي وقتها إن شاء الله. المكان عزمه على العشاء عنده في قصر الطاهرة، قصر بتاع أمه يعني. هو حاول يوفق بينهم، يقرب بينهم المسافة عشان البنك ما يتهزش، لكنها السياسة. وكما قال وينستون تشرشل اللي هو أعظم سياسي في القرن العشرين، ده بعد ما في إنجلترا، بعد ما قاد بريطانيا للنصر على الحلفاء على المحور في الحرب العالمية، وأسقط النازية في الحرب العالمية الثانية، سقط في الانتخابات، فالملكة اليزابيث حبت تعوضه، فبعتت له، ندهته، استدعته يعني، وقالت له احنا قرر، انا قررت يعني، ما تزعلش، قررت تعيينك عضوا في مجلس اللوردات. فاعتذر بلطف، قال لها يعني لن اقبل هذا المنصب، لان تعودت ان انزل الانتخابات، لان حياتي في الشارع السياسي، حياتي في مجلس العلوم العموم، حياتي في الشارع السياسي، لازم اتعودت، لكن واقع واقوم واقعد، حياتي في الشارع السياسي حيث الهواء الفاسد والناس ايضا. هنا السياسه ما بتخش، لا بتفسد يعني، ممكن تفسد علاقات وكلام من ده. فهي الهواء الفاسد والناس الفاسده. السياسه افسدت ما بين سعد زغلول ومحمد محمود باشا، هما كانوا رفاق، كانوا اصدقاء، منفيين مع بعض فالسياسه ممكن تفسد علاقات. صحيح. قويه جدا بين اثنين من اهم رموز النادي الاهلي الحقيقه، اللي هو ده اللي هو طلعت حرب باشا، احمد عبود باشا طلعت حرب باشا، اللي بنى اكبر اقتصاد، يعني بنى صرح اقتصادي في مصر عظيم جدا، عمل زي سنمار يعني، حدفوه من فوق هذا الصرح. مات بعديها بسنتين، ما استحملش يعني، توفى سنة 41. تمام. طيب. في نفس السنة اللي توفى فيها أمين سامي باشا. طيب.